هو المهم المحاضرة اسمها هي العنوان تاعها الويكسيوناري ويكي قاموس. راح اطرح الفائدة في فائدة الويكي قاموس في كل اللغات، وبعد ذلك سأطرح سأعبر شوية الويكي قاموس العربي والويكي قاموس الفرنسي. هي على كل حال كل لغات مرتبطة بين بعضها. هذه في المحتوى العلمي اللغوي. فالويكي قاموس مشروع من مشاريع ويكيميديا، فهي الويكي قاموس له دور هام في نشر اللغات، في البحوث، في التعليم أساسا، في إطار سواء الابتدائي والثانوي والجامعي. فحاليا مع الأزمة، الوباء هذا، الوباء كوفيد، نشاهد أن في كل المؤسسات التربوية والجامعة البحوث تتشكل في كيفية التعليم من بعد. عبر الخبرة نتاعي، لأني معلم في مونريال، معلم في فرنسية في الطور الابتدائي سنة أولى، فالويكي قاموس مهم جدا. فالويكي قاموس نجده على الإنترنت، على مواقع الإنترنت، أو على ابليكاسيون طابق. فهذا يساعد الكثير من الطلبه الاستيعاب اللغوي. فنجد المحاضره، لم اجد لي مشكله. هو دوك نكمل المحاضره. هو في الويكسيونار انجليزي فيه اكثر من تقريبا 7 ملايين كلمه. الفرنسي فيه اكثر من 4,200,000 كلمه. وفيما يخص العربيه فيها تقريبا 70 كلمه، ولكن نجد العدد المستخدمين 18 مستخدم، وهذا يعتبر عمل جبار. ولكن نحتاج إشكالية، نحتاج إلى تدعيم وشراكة مع المجموعات العربية والإفريقية والأوروبية، مجموعات عبر العالم، لكي نجد حلول وشراكات مع الأكاديميات في العالم، مدارس تدريس اللغات، الجامعات إلى آخره، حتى الوزارات أو أنظمة أو جمعيات. فبالإمكان التطور إيجاد حلول لزيادة إدخال الكلمات والمفردات في ويكي قاموس. فأخذ مثال ويكسيوناري باللغة الفرنسية. فهو لهم في كل شهر يكتبون مجلة،
مجلة، وتنشر المجلة عبر الموقع بيكسيوناري بيكسيوناري فرنسي، ولهم حسابات عبر دي ريزو سوسيو، تويتر، المواقع الاجتماعية لهم حسابات، ويتم توزيع على في كل شهر مجلة تأخذ العالم الكلمات الفرنسية وغير الفرنسية، لأن في الويكي قاموس الويكسيناري إذا نأخذ نفتح صفحة فنجد في نفس في مثال ويكي قاموس عربي فيه مدخل للترجمة، كذلك الويكي قاموس الفرنسي له ترجمات. ولكن الإشكالية لنا في إشكالية هي في الترجمة، لنا مشكل في الكلمات الجديدة. مثلا نأخذ هنا حيوانات تعيش في كندا، فليس لها بديل في جميع اللغات. نأخذ مثال أوبسون، طلبت من مستخدمين عرب للترجمة، ولكن ليسوا قادرين. فهذا يطرح مشكل، علينا أن نجد حلول أو إيجاد حلول في الجامعات، وفي الإمكان إرسال رسائل إلى مختلف المدارس والوزارات والجمعيات لإيجاد حلول. هذا مهم جدا للتعليم، إذا أردنا أن ننشر العلم فعلينا أن نكون بيئة فيها مجموعة من بيانات كالويكي داتا والبيكسيونير، فهذا سيدعم مستخدمين لإيجاد حلول تقنية في مثال كرياسيون دابليكاسيون، تطبيقات، يديروا تطبيقات. في مثال نجد أن البيكسيونير الفرنسي يوجد في تطبيقات عبر موقع فايرفوكس مثلا، ونجده في تطبيقات في الاندرويد، في يوس. فهذا يساعد على نشر اللغات. وكان موقع اللي هو في بيكسيونير الفرنسي، موقع لينغوا ليبر، هو موقع المستخدم يمكن له أن يسجل الأصوات الكلمات. في مثال نأخذ، عندي أنا تجربة في القاموس الشاوي، وهي لغة في الجزائر. فعندنا في تقريبا في أسبوع أو أسبوعين تمكنا أن نضيف 2000 كلمة، 2000 كلمة. وبعد ذلك الكلمات هذوك أضفناهم في الويكي قاموس الفرنسي، وكذلك نفس الشيء للغة العربية. يمكن في الويكي قاموس الفرنسي أن نجد كلمات عربية وإضافة كلمات عربية وتسجيل الكلمات العربية. وفي الموقع لينغوا ليبر يمكن تسجيل في مثلا إنسان عايش في تونس، يمكن له أن يسجل الكلمات حسب اللفظ التونسي أو حسب اللفظ الجزائري أو المغربي أو الإفريقي إلى آخره.
فهذا يساعد على تنمية اللغات عبر العالم. وفي التجربة ويكي قاموس الفرنسي فيه مجموعة من المستخدمين داروا شراكة مع دي ميزون ديديسيون لا ميزون ايديسيون غروني. فكان من اصدر ويكي قاموس فرنسي هو في الموقع نتاعو ايديسيون غارني.com، وهو يوجد في المواقع ويباع. فهذا القاموس يساعد كثيرا في المعلمين والتلاميذ في حين في يكونوا في التدريس. ولكن الأستاذ أحمد لو تسمح فقط حتى يتمكن الجميع من الاستفادة من الموضوع، إذا كان في إمكانية نقل سلايد إلى الشاشة. إذا يعني نحاول شوف أستاذ أحمد، عندك في نهاية في الأسفل عندك سكرين شير، ممكن تضغط تنقر على السكرين. أنا نقرت بس حاليا نشوف نقرت. يعطيك مجموعة من الخيارات، نقرت في عندي مشكل، في الإنترنت. يعني انقرض عندي مشكل في الانترنت. معليش تفضل هاني شحال اجي ليك راه ها هاني نبارطاجي ها خليها صافي. احمد خليها كيما راهي وكمل. ايه بصح كيما راك كمل الواتساب. هاك تشوف لا بريزونطاسيون. هذا هو المطلوب استاذ احمد. اه هاك تشوف لا بريزونطاسيون. نعم اه استنى دونك هذه هي دونك تدريس الشراكه سما هذم تدريس الشراكه هما العنصر الهام في الحركه او في المجموعات ويكيميديا عبر العالم. ولكن لازم علينا أن نتحصل على الحلول. كيف من الحلول؟ مثلا تنظيم ورشات، اتصال بمجموعات هو في مجال النقاش هكذا. وشكرا. كان فيه اي سؤال في الموضوع هل فيه اسئله؟ إذا كان فيه أسئلة نرجو من حضرات المشاركين التفضل بأسئلتهم والتوجه بها إلى الأستاذ أحمد الذي تقدم بمداخلة في موضوع قاموس ويكيبيديا بين اللغة الفرنسية واللغة بين اللغة الفرنسية واللغة العربية، وأخذ مثال عن ذلك تجربته في التدريس بكندا بمونريال وبعض الأمثلة عن المفردات غير المتوفرة أو غير الموجودة أصلاً في اللغة العربية، وذلك بالنظر إلى تباعد الثقافات حسب المثال الذي ذكره. فإذا كان في هناك تدخل من نبدأ بتدخل الأستاذ ندى ثم الأستاذ عادل. تفضل أستاذ ندى. السلام عليكم. أعتذر إذا كان سؤالي ربما يجب أن أتكلم بالفصحى
لا أعرف يعني أعتذر أن سؤالي قد يكون مبدئي جدا ولم أتمكن من حضور كل شيء، لكن يعني هي فرصة لأعرف عن المشروع أكثر. عندما نقول قاموس فهل نعني بذلك حصرا الربط بين اللغات أم هو قاموس في اللغة نفسها، يعني يعطي أمثلة عن استخدامات قديمة وحديثة للكلمة بالإضافة إلى ربطها مع اللغات الأخرى؟ وإذا كان الأمر كذلك كيف نستطيع يعني أن لا نفهم أن الويكيبيديا بمقالاتها المترابطة بين اللغات ليست قاموسا؟ هل سؤالي واضح؟ واضح. أعتقد أنه مبدئي جدا يعني، ولكن هذا ما يمنعني من فهم هذا المشروع. هو القوانين في الويكي قاموس هو إدخال الكلمة، هو إذا الكلمة مستعملة فيمكن إدخالها فقط، ويمكن الترجمة إذا باقي اللغات. هو قاموس أوسع على قاموس، ممكن لأن القاموس مختص إلا بلغة. دعني أشرح لك فكرة. كلمة مثلا عملت أشكالية فلسفية وحواراتية كثيرة، يعني على هي كلمة مثلا مثل كلمة fact حقيقة أو truth، وترجمت أيضا حقيقة العربية، وهذا أدى ل يعني فلسفات غريبة عجيبة، لا يوجد حقيقة مطلقة و هذه إشكالية يعني توقع العالم العربي في لأنها يتم ترجمتها واستخدامها بالمعنيين بكلمة واحدة، يعني يوجد عندنا معنيين تم ترجمتهما كلاهما لكلمة الحقيقة العربية. لا أعرف بالفرنسية ما هي، وإذا كنا أيضا يعني عندنا كلمتين أو ترجمان يعني لكلمة حقيقة أيضا. سؤالي يعني هل ممكن يعني أن يكون مشروع مثل ويكيقاموس طريقة لضبط هذا يعني أخطاء يعني مثل هذه، يعني هل يمكن أن تكون أداة جماهيرية تصحيح أو تنبيه لهذا الاستخدام؟ هو أخذ تجربة في ويكيقاموس الفرنسي أو الشاوي. الشاوي هي لغة من أمازيغية، فنأخذ الكلمة، هي إذا الكلمة استعملت أوكي، استعمل من طرف صحافي أو في موقع استعملت، فنأخذها. طب إذا كان استخدامها غير مضبوط، يعني هي استعملها لأنها يعني استعملت، يعني ما الذي يفيدني القاموس هنا؟ أنا أعرف أن هذه كلمة مستخدمة، لكن ما الذي يعطيني؟ هل توظيف توظيف لأن نوظيف الكلمة لأنها استعملت. فإذا يعني كان طالب يبحث فيجد مرادف، فهي مرادف يعني مرادف لي في مثل الإشكالية هي إدخال الكلمة الجدد. في المثال تأخذ الإعلام الآلي، ففي الفرنسية لهم مشكل لأن أكثرية الكلمات باللغة الإنجليزية. أنا تكلمت مع مختصين في جامعة موريال، فهم يستعدون لإيجاد حلول لهذا، فهم وضعوا لجنة وسيضيفون الكلمات باللغة الفرنسية حسب استعمال كيباك موريال وليس بفرنسا، لأن الاستعمال اللغة في كل منطقة لها خصوصياتها بالطبع. ويكي قاموس مشروع حر، فيمكن زيادة المفردات. لازلت أضيع، لماذا ألجأ لقاموس؟ سامحيني نجي. وبعد ذلك
يمكن أن أخصائيين يأخذون معيار ويدرسونه ويوافقون الكلمات الذين الكلمات في مثال في تخص ما ويوضعها في برنامج أو تطبيق أو مادة في مثال الجغرافيا في مثال جغرافيا في كندا أو الحيوانات في كندا أو حيوانات في كيباك. أجبت وكذلك لا ننسى كاين فيه مشروع لانجواليبل لأن لانجواليبل تسجل الكلمة مثلا أنا سأنتقل اللغة الفرنسية نطقي خاص بي ليس كفرنسي أو إنسان عايش في موريال لي خصوصية في اللغة وهذا يمكن إدراج دروس بمختلف فونيتيك وعلم اللغات باختصار. ماشي مشكور استاذ شكرا. شكرا. اذا كان الاجابه واضحه نطلب من الاستاذ عادل تفضل لطرح اسئلته. استاذ عادل اذا انت موجود انا كنت طلبت من الكلمه السؤال الصوت عادل تفضل استاذ عادل تفضل الصوت اعمل حاجه الكاميرا الصوت غير واضح استاذ عادل الصوت الان الصوت جيد او جيد تفضل الصوت ممتاز الصوت تفضل تفضل هل الصوت إذا كان الصوت غير واضح عند الأستاذ عادل نستسمحك نذهب إلى الأستاذ النانور لطرح سؤالها ثم نعود إليك تفضل الأستاذ النانور إذا كنت في الاستماع بتمنى أنه الصوت واضح عندي وما يكون نفس المشكلة يعطيك العافية أستاذ أحمد بعد ويكيمانيا يمكن رجعنا هلا نلتقي بهالمؤتمر حلو انه عم الله المؤتمرات شكرا للجلسه لكن بالحقيقه لانه ما كان في سلايدات والكلام مشكله ما كثير كان واضح فهو من ويكي قاموس يعني انا ضليت لاخر جلسه كمان مشان اسمع عنها لانه مثل ما بتعرف اكثر مني هي المشاريع يعني الخامله جدا بالمحتوى العربي او من المستخدمين العرب فاللي بقترحه بعد اذنك بما انه انت منخرط اكثر بهذا المشروع لو في مجال تحضر مثلا مقاطع فيديو مقطعين ثلاثه لامور بسيطه يعني هي الشرح المشروع موجود على الموقع لكن العصر الحالي يعني يتطلب منا فيديو اكثر انه نشوف كيف فينا نشتغل بالعربي امثله عن العربي ممكن نحن نشوفها فهيك يعني ممكن يعني نتشجع اكثر المستخدمين النشيطين على ويكيبيديا انه مثل ما هلا حاليا شوي عم نتوجه اكثر لويكي مصدر نتوجه كمان لويكي قاموس لانه مثل ما ذكرت ندى يعني انا ما بنعرف اهميه هالموقع يعني شو بنستفاد نحن منه يعني انا ليش اروح اشتغل بويكي قاموس ما الفائده اللي جايت لي منه او للمعرفه الحره طبعا بس انه الفائده من مساهمتي شو هي بويكي قاموس هو الويكي قاموس هو اسم اختصاص
في مثال لك مجموعة في مثال مجموعة في مثال ويكيميديا الجزائري والجزائر ولا ويكيميديا تونس والمغرب يوفروا ورشات مع التعاون مع مثلا مع الجامعات ف يكون الموضوع بحث علمي خاص باللغات، وبعد ذلك اذا كان الان الويكي قاموس يستعمل في تعليم اللغات فهو هام، ولكن الفرق بين ويكيبيديا لها مقالة ويكيبيديا موسوعة، ولكن الويكي قاموس يستعمل للغة. هذا هو الفرق بين المقالة ويكيبيديا والكلمة. فالمفردة باللغة اللغة هي الأجسام. الأجسام ويمكن إضافتها أيضا في ويكي بيانات. أوكي. ما هل نفس الشيء كالويكي قاموس، ولكن الويكي قاموس نقدر أن نطبع. هلا مثلا حاليا أنا بشتغل بورشة يعني بويكي بيانات عم ننقل مفردات من معجم تابع هو للمصطلحات الموسيقية من لجنة التعريب من بالمغرب المعجم الموحد، عم ننقل المفردات هي 840 مفردة تقريبا من الكتاب إلى ويكي بيانات. نحن ممكن نعمل هالشي بويكي قاموس أيضا على المصطلحات. إيه نفس الشيء. شكرا. هو كان فيها الاشكاليه، هي الاشكاليه باختصار الاستاذ احمد حتى نمر لاسئله اخرى على الاستاذ عادل والاستاذ انس. باختصار لو سمحت. هو باختصار الموضوع في الترجمه هي مشكلة التوبونوميا، لأن الناس ما علميين أي لغة لها مختصين هم الذين في مثال عربية هم يترجمون، ليس فرنسي الذي يترجم الكلمة إلى اللغة العربية. مثلا نأخذ التوبونوميا، كل لغة لها المفرد. الكلمات الجدد مشكل، لازم نجد لجان وأكاديميات في مثل كما اللغة الفرنسية لها أكاديمية، ومثلا في المغرب لهم ليركام في اللغة الأمازيغية هي تأخذ القرار، لكن في الويكي قاموس نحن المستخدمين الذين يأخذون القرار مع الشراكة. إذا نجد شراكة في الجامعة ومختصين فلقينا حل. شكراً أستاذ أحمد. ننتقل مباشرة إلى أستاذ عادل. جيد، شكرا أحمد، شكرا على المبادرة، لكن من مطالعتي لعدة ويكيموس مثلا نأخذ الحالة العربية، ويكيموس العربية يشكو كثير من قلة المفردات قلة المساهمة، لكن رأيت في بعض ويكيموس أخرى أنهم نقلوا قواميس بأكملها آلياً. لماذا لا نبدأ أولاً بمرحلة أولى بنقل القواميس الموجودة؟ مثلاً في اللغة العربية لدينا قواميس قديمة موجودة، نقوم بنقلها كاملة بما فيها دقيقة واحدة.
قواميس في مثلا قاموس العروس في اكثر من 60,000 مدخله. حاليا نقوم بجعلها مثل في ويكي مصدر ثم تنقل مباشره. اعتقد انه توجد اليه لنقل هذه القواميس. من جهه اخرى يعني نضيف فقط ضيت ويكي فرق بين ويكيبيديا وويكي موس. نحن لدينا قاعده انا اعرفها في اللغه العربيه ان ويكيبيديا العربيه ليست بقاموس، وهذه يجب أن نفرق بها. أنه معنى القاموس أنه كلمة في كلمة في اللغة العربية لها معناها، أي ويكيبيديا لا تتحمل أن تكون مقالة من أجل كلمة، المقالة تكون من أجل موضوع ليس تعريف لكلمة. إذا يجب أن تكون مصدر آخر هو ويكيموس. في الأخير يعني لكي لا أطيل، هل يوجد تجربة أو هل تعرفون تجربة في نقل القواميس دا على في النطاق الحر التي يمكن نقلها مباشرة إلى ويكيموس؟ وشكرا. شكرا أخ عادل. نعم إذا نأخذ تجربة ويكيميديا فرنسا أخذوا قاموس كان open source ليسانس ليبر، أضافوه فيها عدة حلول، ويمكن حتى ويكيميديا تجد تقنيين من أخذ ويكي سورس إلى ويكي داتا، ويكي بيانات أو ويكي سيونات. العمليه هي تقنيه. حسنا استاذ احمد، اعتقد ان هناك تدخل من قبل ذلك. هل الاجابه كانت كافيه بالنسبه لك الاستاذ عادل؟ الاجابه عامه نوعا ما، لانه اعتقد انه يوجد مشروع نفذ فيما قبل. اعتقد انه لو استطعنا ان نجلب ذلك المشروع يعني ما نعاودوش المشاريع، لانه اذا كان هو مشروع موجود من الافضل ان ناخذ منه تكون الجهد تاعنا تقدم. اعتقد ان توجد بعض الكيماوسات التي اول هذا قد جلبت ما نيش عندي المعلومات الدقيقه قراتها في تعليم. المهم أن الإجابة كانت منطقية، يجب أن نجعل لها أدوات تقنية للعمل وشكرا. شكرا على تدخل الأستاذ عادل. نتوجه مباشرة إلى الأستاذ أنس، ربما لديه تدخل أو سؤال أو توضيح. تفضل. شكرا جزيلا أستاذ بغداد. أولا شكرا جزيلا سي أحمد على المداخلة القيمة، وهذه فرصة سعيدة أننا أولا نراك، وثانيا فرصة سعيدة كذلك لنسمع حول المشاريع الأخرى والمشاريع الشقيقة. أنا في الحقيقة ليس عندي سؤال بقدر ما عندي ملاحظات وإضافات بعدما استمعت لعدد من الأسئلة وعدد من الأمور التي تم نقاشها، فقط في إطار يعني تقديم إضافات حول مسائل الويكي قاموس أو الوي قاموس. أولا كما ذكر الأستاذ عادل وكما ذكرت حتى أنت أحمد، هناك فرق كبير بين ويكي قاموس وويكيبيديا. ويكي قاموس هو يتعلق بالكلمات، ويكيبيديا تتعلق بالمقالات، وهذا يعني فرق جوهري وأساسي. وأي كلمة يتم استعمالها في المجتمع يمكن أن تكون في القاموس، يعني قواعد الملحوظية مختلفة بشكل كبير. أي كلمة تتداول في الشارع تفرض نفسها على القاموس، هذا بشكل عام في القواميس ليس فقط قاموس ويكيبيديا. ملاحظة أخرى مهمة جدا متعلقة باللغة، القاموس سواء كان ويكي قاموس بالعربية أو بالإنجليزية أو بأي لغة لا يعني أنه يحتوي فقط على الكلمات بتلك اللغة. مثلا بالنسبة لكم نانور، لو عندكم كلمة في اللهجة السورية، كلمة من لهجتكم، ممكن أن تنشئوا لها مدخلا على ويكي قاموس باللغة العربية، لا يوجد مشكل في هذا الأمر. يعني القاموس باللغة العربية لا يعني فقط الكلمات باللغة العربية، مثلا ويكي قاموس بالإنجليزية ويكشنري فيه كلمات بالروسية وبالفرنسية، وفيه كلمات حول جميع
اللغات ولا تحتاج لمصدر ولا لأي شيء، يعني هذه فقط كلمة متداولة. مثلا الإخوان في الجزائر الذين يشتغلون على المشروع بالشاوية الأمازيغية الشاوية، خاصة أحمد ورضا، هم يدخلون الكلمات باللغة الشاوية في الويكي قاموس بالفرنسية، يعني يدخلون الكلمة بالأمازيغية ولكن شرحها بالفرنسية. وهذه واحدة من الأشياء المهمة والتي أردت يعني إضافتها كإضافة لهذا الموضوع لكي نفهم الفرق بين القاموس والموسوعة. فإذا كانت مثلا مشاريع اللهجات تخلق مشكل على مستوى ويكيبيديا نظرا ل يعني هل نحتاج ويكيبيديا لأنها موسوعة بجميع اللهجات، هذا الأمر لا يخلق مشكل في القاموس، لأن القاموس أي كلمة مهما كانت اللهجة في العالم نحتاج أن نفهمها. أنا مثلا أريد أن أفهم اللهجة الأردنية، ماذا سمعت شخص أردني قال كلمة ولم أفهمها، مباشرة سأكتبها في جوجل. فإذا كانت النتيجة على قاموس سيكون الأمر مفيد بالنسبة لي، وهذا ما كان. وشكرا مرة أخرى. شكرا أنس على هذه المداخلة، على هذا التدخل والملاحظات القيمة، أعتقد أنها أضافت لدى الجميع. شكرا مجددا. هل من إضافة أستاذ أحمد؟ يمكن إضافة فيه مشاريع في الجامعات عبر العالم يدرسون اللغات ويستعملون الويكي قاموس. الويكي قاموس حسب اللغة، في مثال في ويكيمانيا في جنوب أفريقيا التقيت بأحد مشاركين من أستراليا، فقال لي إذا بالإمكان استعمال كلمات في أو تدريس اللغة الشاوية. فبعد أشهر تمكنا استخدام ويكي قاموس الشاوي، ولكن لنا مشكل لأن علينا أن نوفر إمكانيات للمستخدمين الجدد، ورشات للطلبة، يجب علينا أن نجد شراكات مع كل شرائح المجتمع لنساعد لنجد حلول وحلول خاصة في هذا الوباء بالتعليم لتعليم اللغات. أنا أرى في موريال فيه مشكل مع الأولاد في استيعاب المادة واستيعاب اللغات، فهي المشكل هذا يخص كل شريحة المجتمع. إيجاد حلول لكي نتعلم اللغات، أي لغة هذه، فإذا بالإمكان اجتماعات عبر ويكي عربية أو مؤتمرات نلتقي ونناقش ونجد حلول. ممكن الأستاذ أحمد يعني موضوع الترجمة وإثراء قاموس ويكيبيديا وإثراء المحتوى الويكيبيديا العربي عن طريق أحد روافده وهو الترجمة، هو يعني موضوع شيق. وعلى هذا الأساس أدعوك غدا في مداخلتين مهمتين جدا في الموضوع ذاته، يعني ممكن أن نثري بها الموضوع الذي تقدمتم به اليوم. وعلى هذا أشكر جميع المشاركين. رحلتي معكم هذه الأمسية كانت متراوحة ما بين الاستدامة العربية وما بين موضوع الترجمة الذي أخذ حيزا هاما في هذه الأمسية من تقديم الأستاذ ريم من العربية السعودية ومن تقديم الأستاذ أحمد. شكرا لكم.
شكرا جزيلا أستاذ أحمد، وشكرا لجميع المشاركين وإلى الفرقة التقنية التي سهرت على هذا المؤتمر. شكرا جزيلا، إلى اللقاء. إلى اللقاء في الأمان.